قد الدنيا لينا حكمات وشكوني قد عليها تحكم فينا كبغات خيوط حياتنا في ايدي والدنيا علينا حكمات وشكوني قد عليها تحكم فينا كبغات خيوط حياتنا في ايدي إيه ضحكنا يوم نبكو عشرات قلب مهموم جف حقه العذاب علاش كدير هادشي؟ باغي نخدم معاك. ماشي على ود الفلوس علاش بغيت ندير هادشي؟ وعلاش؟ أنا وياك عندنا هم واحد هو عائلة المعطاوي. بجوجنا ضربنا الحبس على ودهم. وانا ما غاديش ندوز عليهم هادشي اللي كاين غرضك التليفون دوزهم لنا مرتي شنو ندير؟ دوزهم ليا التليفون أرجو هما دابا تمسحوا من عندك خاصهم يتمسحوا من تليفون يوسف اعتبرها تقدعت تنتا اعتبر الخدمة عندي كنفكر فيها هذا من القلب بابا صباح الخير صباح الخير كيف صحتي الحمد لله ها انت بابا القهوه ديالك وجدتها لك بيدي لا لا يخطيك عليا بصحة وراحة الله مدة هذي ما شربت شي قهوه مع التراب بحال هكا غير منك يا بابا نكون جات عليا نوجدها لك كل صباح في الشركه هند بنتي انا فكرت مزيان في داكشي اللي قلتي ليا انا ما يمكنش دابا نخدم في الشركه وانا مازال ما فكيتش المشاكل مع امك ولكن بابا انا محتاجك تعاوني هاد القرار راه كيرجع لك انت اما امي ما عندها حتى دخل بالشركه هند انت كتعرفي مزيان ماما كيفاش دايره حنا هنا في الفيلا ما كتحملنيش نقرب منك عاد نكون انا معاك في الشركه حيتش علاش انا ما بغيتش نخلط الامور بيناتنا ثق بيا ما غتحقدش الامور بالعكس الخواطر شحال ما بقات كتصفى امي غادي تنسى
انت غير قول اه عافاك. واخا ندوزو هادي ديال حليمه وسليمه كي غندير معاها. انت كتعرفيها مزيان لسانها صليط، وانا واحد الراجل بنفسي وما كنرضاش. كون هاني يا بابا، حتى واحد ما غادي يقدر يأديك في الشركه. وسليمه ضربها على حسابي بنص كلمه مني، غادي نرد البلاصه. سي ميلود، فكرتي في لا بروبوزيسيون ديال هند؟ داكشي علاش لقيتينا كنهضروا غير دابا. ايوا بابا راه معفر علينا، ما راضيش بالشركه. حاشا حاشا، بالعكس انا ملي جات تشاور معايا قلت له بالعكس اون بونيتي. انا عارفه كتقدر بشغلك، ولكن الا كان باباك واقف معاك وكيعاونك وفي كتافك، جو سي كو فلوس ما تزيدي خطوه وحده لقدام غادي تزيدي جوج ولا ثلاثه. عندك الحق لاله البتول، غير انا ما بغيتش نكون مشكل ما بين هند وامها. واخا سيدي، هند وامها خليهم على حسابي، انا غادي نوقف باش ما يوقع حتى شي مشكل. ولكن السي ميلود راه خصك تفكر في مصلحه بنتك هي الاولى، ولا لا هند؟ سبحان الله العظيم، شكون كان يقول شي نهار انا وياك نكونوا في سكه واحده؟ سي نورمال، حيت عرفت كنت انت كتفكر في مصلحه العائله. اون لو ميم بوت، دونك لالا غادي نمشيو في تران واحد وغادي نوصلوا كاملين ان شاء الله على خير. دابا غير باباك خصو يطلقنا لان قلبي غيوقف. عافاك قول اه. انا غير عطيوني شويه ديال الوقت نفكر مع راسي، وديك الساعه غادي نرد عليكم ونقول لكم اشنو كاين. ولو ها بابا زدتي فيه، جوج اختيارات اللي عندك، يا غتقول اه يا غتقول اه. ايوا ان شاء الله يكون خير. هند، بغيت ندوي معاك. دوي ما شنو كاين؟ خصني ندوي انا وياك الراس في الراس. براك المهم هاد العداوة مع بابا، حنا عائلة مع بعضياتنا نقدروا نقولوا كل شيء. أنا نخليكم، خصني ندوي أنا وياك الراس في الراس. هاد رمي حدا بابا، ها هو معانا، مالها شنو فيها؟ ما غاديش يمشي. واخا لالا، ملي بغيتينا نسقيه قدام باك بغيت ندوي معاك على سيدهم يوفس. أنا برا. عطيني بابا دقيقة. هاني أمي، شنو؟ شنو هادشي يا لالا؟ منين جاك هادشي أمي؟ أنا كنسولك شنو هادشي، عاد نقول لك منين وصل. قول لي أمي شكون صيفطو لك؟ باعو ليا السي حميد، خاونو من التليفون ديال السي يوسف، باقي شاد عليك الذكريات البيضة منامور. ملي كيبغي يتفكر كلالا ويبغي يزها كيرجع للتليفون. هاديك ماشي أنا أمي. ها؟ كتكذبي عليا، هادي ماشي أنتي. كرا بزاف ديال البنات كيتشابوا غتكون شي ممثلة ولا شي حاجة، دابا ولاو كيشدوا الراس كيلصقوا في كسدة وحدة أخرى، ماشي أنا. حيدي منك الكذوب، هادي أنتي يا هند. هند راه أنا اللي ولدتك، راه أنا اللي بوك، ماشي أنتي. هادي أنتي يا بنيتي، قولي أنا أمي، أنا اللي كاينة في هاد التصاورة. واخا أمي أنا. أنا وسمحي لي عافاك، وحتى كنت صغيرة، مرة كنت صغيرة كنت كنقرا في الليسي وكان كيطلبني النهار ونهار تنصيفط ليه شي حاجة ديالي، وفي الآخر صيفط ليه هاد التصويرة راه ما فيها والو. عرفتي هند، هاد التصاور إلا مشاو تطاحوا في التساليمة والبهتول غيقجوني أنا وياك. عافاك أمي أنا مزوكة، أنا كتهمني أنت ما كتهمني لا سليمة لا البهتول، إن شاء الله ما غادي توصلش ليهم هاد التصويرة هادي. عافاك لما غير مسحيها ومسحيها فيا أمي، هاد المرة سمحي لي بحال المرات الآخرين. عافاك. تلاين هند غنلقى تابعك بالقومة بليتي، تلاين. سمحي لي أنا مزوكة. تبعيني. فين؟ عطيتي الفرصة هند الحامد ويوسف يديروا فينا ما بغاو، زيدي قدامي. فين غنمشي أمي؟ حليمة؟ شو واقع؟ كاين شي مشكل؟ ممكن نعاونكم. الخير اللي غدير فيا ميلود أنا وبنتي هو تعطينا التيقار. حنا قادين بشغلنا، تبعيني. هند شنو واقع؟ متبرصش راسك بابا، غير ما كدير من الحبة قبارك عارف. Thank you.
سي ميلود صافا؟ صافا الحمد لله. وانت كي بقيتي لاله البتول؟ انا مزيان، ولكن انت ماشي هو وحدك، قول لي شنو كاين. ما كذبش عليك لاله البتول، انا من نهار جيت لهاد الدار كنحس براسي بحال الا ركب فشي فلوكه فشي بحر كبير، ما عارف فين نصط. غير تنتلفت نجي لعندك. صفك هاد المره انا اللي جيت عندك ماشي انت. يلا دير لي شي بليس حداك فهاد الفلوكه وخلينا نشوفو بجوج شنو واقع. ما عندي ما نخبي عليك لاله البتول، بنت لي حليمه مقلقه كتهضر هي وهند على شي حد سميتو حميد. بغيت نعرف شكون هو هاد حميد. عندك ما تدير بيه، من الاحسن ما تعرفوش. انا اي واحد يادي لي بنتي راه ما نعقلش عليه، راه نصدم عليه ونزيد لقدام. عارفه قلت انا بحالك، اي واحد غادي يقيس هند ولا لا فامي ما غاديش نعقل عليه. كون هاني لا لا اختك لا لا البتول. حنا هاد القصة ديال يوسف باقا كاع ما باغا تسالي. ها العام اللي جاي بقينا ندويو عليه. انت ما اللي بغيتي نجيو نتلاقاو بها، انا كون جات عليا نرجعو فحالنا. انت فين نرجعو فحالنا؟ كتضحكي على الوقت وتصور اللي شاد عليك بغيتي يضربك الطار في المغرب كامل عاد تبردي. عرفتي شنو غادي نديرو؟ هما هنا غادي نمشي للطونوبيل وغنتسناك، وانت اللي درتيها انا معاك. انا ما نقدرش يجيو جايه في وجهو، هضري معاه بوحدك. ما عندك فين غتسناني؟ غتقعدي معايا هنا ولا ما غيعجبك الحال؟ فين عمرو عجبني الحال امي؟ ها انا ديما ما عجبنيش الحال، كان هادشي كله بسببك. بسببك انت كون خليتيني النهار الاول وافقتي نتزوج مع يوسف ما كناش غادي نوصلوا لهاد المواصل. انا كون خليتك تزوجتي بيه وراه غرقك بخمسه ديال الدراري وراه كتسعي باش تكملي الوقت. بحال كنتي خصك تحمدي الله وتشكري يوميا، تمشي حدا قبر المعطاوي وتبكي وتنوحي وتقولي ليه الله يرحمك اللي خليتي لي باش نتبرع. عيط لذاك المنطيح قول لي خرج عندي ولا غندخل عندو تلقى دارهم. حافظة النمرة. ألو ألو يوسف، أنا هند. هند؟ أه ياك ما كاين باس. عافاك خرج عندي حدا الباب ديال داركم، بغيت نهضر معاك في شي حاجة ضروري. دابا واخا أنا خرج عندك. يلا شكرا. بغيتك تدعمي. مزيان اللي خرجتي عدي لهنا، خير ما ندخل نعرعر عليكم وسط الدار. مالنا شنو واقع؟ انت مالك طريك الكانطو باقي ما بغيتش تفرق علينا، وحنا كنهربوا منك وانت لاصق فينا. ولك انت كدوي على داكشي ديال بكري، طلبنا السماحه وسالينا. هند من امك؟ فهمت وزانا؟ ترى ماشي وزه وحده، هادو راه جوج وزات. اسمع يوسف غنقول لك واحد جوج كلمات. عداك يقول لك طرنونو دمخك، تصور لي شاد على هند غتبدا تهددها بهم ودير لها بهم الشانطاج. الحمد لله تجاورنا مع الناس المولوعين ورونا القانون ومنين ندخلو ومنين نخرجو، ما تسوى عدي لا تا لا غيرك. ها هذا سمعتي كنقول لك؟ اقسم بالله مشيتي درتي بهم شي حاجه يا تنطلعك مع الحبل ونهبطك مع العقاده، وراك عارفني حني ما نديرها. يديرها تصور كدير لامك؟ تصور وحدي اللي كاينين دياولي صيفطتهم لك شحال هادي. انا ما عنديش في تليفوني، الا خرجوا غيخرجوا غير من تليفونك. هذوك التصاور بحال ما كاينينش، غنساوهم. علاش غنجي دابا ندير لكم الشونطاج؟ الشونطاج درتو لها تمني كانت بجوج بمعطاوي، خرج منو زباله ديال الفلوس بقى عذاب. اياه ما درتيش به الشونطاج حتى، وصيفط اللي دير لينا الشونطاج ودا الحبه صحيحه. يوسف امي ما يديرهاش، انا كنعرفو ملي كيكون كيكذب وكنعرفو ملي كيكون كيقول الصح. يوسف نفسه حار، حميد هو اللي غادي يكون كيكذب واللي عنده مصلحه في هادشي. بلاتي راه فهمت والو في هاد الحفله هادي. مال حميد اش دخلوا في هادشي؟ حميد هو اللي خدا التصاور من تليفونك وراهم لامي، قال لها يوسف باغي يدير لهند بهم الشونطاج وخدم عندها حتى الفلوس. جوج ديال الكلمات غنقولهم لك يوسف، والله دوك التصاور ومشاو تخرجوا من تليفونك. عسني على الموت اوليدي. كيش دانا شي موت كاع هكا تصاور مسحهم بيدك؟ طيلها هي هكاين. يلا مسحي.
عطيتك قدام. تبارك الله عليك، دخلت دخلت لي شي واحد جاي يشري الفيلا، ماشي انا اللي معيط عليه باش نهضر معاه. صراحة ما عندي ما ندير بها، انا جاي نشريها راسي. واش غدير بها؟ هو قصاوي والو حميد. جيني نيشان، علاش معيط عليا؟ بغيت نعرف شنو المشكل اللي عندك مع هند. عرفتك كتحوم عليها يا امها، شنو بغيتي؟ علاش ما غتعرفي؟ حيت اي واحد ساكن معايا وكيجيني كنبغي نعرف عليه اي حاجه. زينه واخا نقول لك، ولكن عندي شرط. ماشي مشكل، شرط باش ولا نعرفك شراني، والناس اللي كانوا داخلين الجنه تقنعهم يصدقوا داخلين الجهنم. قول اش بغيتي. هضري لي مع سليمة ترجع ليا. غادي تبعد من سليمة وما غتعاودش تجبدها على فمك. شتي هند؟ قتلها إلا بغيتي تقتلها، دفنها، ولكن سليمة ما غتقربش منها وما غتعاودش تجبدها على فمك قسما بالله، حتى ندفنك بلا واقف وما يسقلك حتى شي واحد خبر. أنا ما إمتى نمشي كدافع على سليمة؟ من الوقت اللي قالها لي راسي يا حميد غتبعد منها. شوفي ديك البنت كنبغيها، من نهار ما تسي عمر وديها بدايرين بها خصها راجل. خصها راجل. راجل. فاطمة؟ عمي الهدى. مالك؟ ولدي عمر مسكين مريض الليل كله ما نعش. سخين سخين وكرشو كتضر الماكله اللي كلها ما كتبقاش حتى 5 دقائق. ما عندك مناش تخافي، هذه غير لاغريب، عندها واحد 3 ايام غادي يفوتوا الحال ان شاء الله. هادشي اللي ما فهمتش انا، منين جاتو هاد لاغريب؟ كندوش ليه، كنشف ليه شعره، كنغطيه، ما كنعس حتى كنلبسو تقاشرو، ما فهمتش انا منين ضربوا هاد البرد. الدراري الصغار هذا هو حالهم، ما عندك مناش تخافي، غير قولي لي شنو موالفه كتاخذي ليه في الدواء، انا نقولها للعالم اللي يكون جاي يجيبو معاه. بلا ما تعذب راسك يخليك، تاع علي يقدر يكون صايق. عمر راه ولدي وانا كنعرفو مزيان. عندي لي شو ديال العشوه غادي يولي لاباس، واخا ما كيبغيش يشربهم بلا سكر. فاطمه قولي ليا، شكون هاك اللي كيهضر مع البنت ولا شكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اش رجع كيدير الدبانه؟ هذا من العائله؟ كان من العائله. هذا حميد اللي كان مجوج بسليمه، هو اللي كان غيدخل حتى حليمه للحبس. ميلود عطيه اتساع، هذاك راه واحد الحنش، ولا تلوى عليك ما غيطلق منك حتى يطلق سمو. حميد ياك؟ حميد بعد منه، نخليك. هضرتي حميد وما غاديش نعاود نهضر، وقت ما قربتي سليمة غتلقاني جبل قدامك وما غاديش نتزعزع. ما فهمتش وقتاش تبدلتي بهذاك. ماشي شغلك، غادي تبعد من سليمة، والمرة الجاية ما غاديش نهضر، غادي ندير. أسيدي الله يرضي عليك، لما بعد من هند واش ما بغيتيش تفهم؟ بعد من داك السيده مسكينه، شنو دارت لك؟ انا تيبان لي انت واحد بنادم تتقلب على المشاكل. مرتي كنتي باغي تدخلها للحبس، وانا دابا اللي غادي نغبر لك الشقف ديالك في الحبس الا ما عطيتيش لهاد العائله هادي باتساع وما بعدتيش على هند. بس واش كنا تخاينه؟ سميلوت بابا هند. تحرك، خرج من هنا وصير في حالتك. شنو؟ قلت لك خرج من هنا وصير في حالتك حسن لك. سير في حالتك حامد، سير. ها
عرفك ما تحسبش راسك السي ميلود. صافي قلت لك انا غنتكلف به، انا اللي كنعرفو. شكرا بزاف بدل اللي كتجي من جهه هند وكتدافع عليها. هذا واجب، هند راه بحال بنتي. بغيت غير نعرف شنو العلاقه ديال هاد خينا هذا بهند. مش غنقول لك، هند عندها بزاف ديال الناس ما كيبغيوهاش وباغيين يطيحوها، ماشي غير حامد. داكشي علاش خاصك تبقى معانا، باش ديما توقف معاها وتكون بجنبها. هانتي امي الا ما كنتش معاك هاد القرعه الكبيره، حبه الصباح حبه في الليل، وهاد الصغيوره هادي غير مره في النهار الوقت اللي بغيتي صافي. ما كنهضر معاك وما مركزاش معايا، مالك نتي؟ اخوك يوسف مبرزطني بالي هاد النهار بحال مقلق ولا معتمال. وانت عارفه ولدك امي ديما مقلق. السلام عليكم. سلام وليدي. كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله. من جديد شي حميد من جوك فلوس؟ غير واحد البريكول. هنا بريكول صافي بلا ما تحكري. الله يخلف عليك وليدي، وضربني تي الزيت شي الكوزينه. جيتي الكلب كان ولا كنقلب عليك في الزنقه اليوم؟ والله ما نتزاكل معاك، بربي سير خسر لك وجهك. كيفاش ما تفكش معايا؟ مالك تلاقى صاحبي؟ نيتفك بالله وطلق طلق. دوي دوي انت نزق، انت مريكل زعما انت ولا تحول بالعالم. ها يوسف الله ينعد الشيطان وليدي، تفرق عليك الراجل. يوسف راك عيقتي لنا بزاف، ما كتدخل كتلصق حميد. ما تدخل لي سوق راسك، سيري شريك فن، حيت اليوم غنلبسك عليه حق الله. شنو هو؟ اه انت مريكل انت واعر زعما ياك باش بريكول على داري. غادي عاد حليمه كتبيع لها تصاور، هزو من تليفوني موز الدار. شمتني؟ شمن تصاور يوسف؟ ديال هند. انت اش باقي كيديروا تصاور هند عندك؟ باقي عندي ملي كنت مع امي. اه ملي كنتي معاها هي شافت مستقبلها وانت باقي تابعها، صحابك عاد تبدلتي، ساعتها باقي زايد فيه. بلاتي امي راه مريضة نمشي معاك. بعدها مني. انا الخايب دابا ياك؟ ها؟ هذا ما دار والو، انا اللي درت. كدبر على الهوت على ظهري. انت تخرج. ما حشمتيش، هذا هو البريكول. وشنو غاتاكلي انت وبنتك؟ تبيعوا تشريف خويا باش توكل بنتي. الله يخطفك الحق شوهتيني. الو فاطمه، صافا؟ صافا سليمه، صيفط لك ميساج قريتيه؟ وي قريتو، غير كنت مبرزطه شويه هاد الصباح. قلتي لي عمر الصغير مريض، ياك لاباس؟ لا والو، بس غير ضربو شويه ديال البرد، لا غريب. قلت بعدا غير لا غريب، ريان دو غراف. وي ريان دو غراف. مزيان. شوفي اجي جلستي معاه شويه، والله الا عمر غادي يفرح الا جلستي معاه وهضرتي معاه. فاطمه ما قدرتش، اشاك فوا كنبغي نشوفو شي حاجه كتحبسني. خلي لي شويه ديال الوقت سي دبل. واخا سليمه على خاطرك. فاطمه الى عمر الصغير حتى شي حاجه قولها ليا. سلام. ديري صباح الخير. صافا الحمد لله شويه. معشي ولا نجيب لك تعشى؟ لا بلاش، كليت على بابا. فكرتيني داك الثعلب ديال حامي اليوم راه جا للدار.
واش نجي ديك القمار ثاني هنا؟ ما نعرف ليه قاس كيوشوشو والباتول شافو ميلود ويمشي عندهم شنو قالو ما عرفتش. هذه تكملي ليا ديري سعفاك من بعد سي ولدي عمر مسكين حالته حاله لا غريب وسخين كدقدق فيه غنمشي نشوف هاد الدواء واش غينفع ولا لا. وهانت حبيبي ما غاديش نقدر اليوم نعس هنايا غنمشي نبات مع ولدي ما تعرف يفيق في الليل ولا طلع ليه السخان الله يستر الله يستر. تعطي هاد الدواء انت طبيب واش دابا بزاف فاطمه هادشي والله الا بزاف راك درتي عليا واش دابا كتربي في ولاد الناس ومخليها راجلك دريس انت كنتي مرضك غنوقف معاك اكثر من هكا. يلا حبيبي تصبح على خير تفي معاك لا كلمه راك تضرك صافي ما كاينش اللي ضارني انا قدك. صباح على خير ادريس طفي لا كليم. الله عمدر اختي زهره مزيان؟ لا الدواء دار خدمته الحمد لله الحراره هبطات الحمد لله. الله يرحم لك الوالدين اختي زهره والله الا بلا بك ما عرفتش شنو كنت غادي ندير. ماما مسكين وما مقابلهاش ما دايهاش فيه لحقتها هي مع الخدمه الله يعس العوان. ماشي مشكل حتى انا دازت عليا معالي بزاف كان ممرض جا البردي مرض جا الصهدي مرض ودابا الحمد لله هو تبارك الله كبار ظريف ومؤدب عندك هذاك الولد الله يحفظه لك. امين غير هو الله يهديه بدا يسمع الهضره من نهار عطاه دريس الموتور ما بقاش كيجلس قلبي كيبغي يسكت ملي كيخرج. ما عندكش مناش تخافي رباط مدينه صغيره ومامنه كاع ما تخافي عليه. ماشي على المدينه على الموتور واش ما كتسمعيش الكوارث اللي كتوقع كل نهار؟ وشوفي سبحان الله اللي شافك انت وياه النهار وموتور نتوما كتغاوتوا وكتناقروا كاع ما يقول كتبغي بحال هكا. كيفاش ما كنبغيش علي راه ولدي راه الكبده ديالي ملي غتولي غتجرب الكبده. انا ما تنولدش ما عمري نقدر نولد ربي عطاني كلشي الحمد لله من غير الولاد. اسمحي لي يا فاطمه لا لا كاينش مشكل بالعكس قولي لي بعدا ولدك تبارك الله عليه غزول وبعقله كيفاش تولدتيه فوقاش ولدتيه فين ولدتيه باه باقي حي؟ بان لي تبارك الله عمر برد ان شاء الله غدا غيصبح مزيان. شكرا. صباح الخير. صباح الخير مالك؟ ما بقيتش عارفك علاش ناوية الباتول. عرفتي ادريس ملي كنبداو نشكو في البارتنير ديالنا البورسنتاج ديال الغلط كيكبر بزاف دونك غير تكالما. معلوم نشك تقدري تقول لي حميد شنو كان كيدير هنا وننفخ باغي والو. حميد كو كان نافع كرة هو اللي جالس في بلاصتك انا كندير يدي في لي زانتيليجون بحالك ما هذاك ما بقاش نافع حتى راسو. بغيت غير نعرف منين كتجيبي هاد الرزانة قدام التخلويط ديال حليمة. صبر صبر ادريس يا با تسكري غير صبر. انا بعدا ما بقيت قادر نصبر فاطمة حتى من المباتة كتبات مع عمر الصغيوة. سي با كاف ادريس وليد مريض وخصو اللي قابلو صبر. سليمة سيل تبلي بلي مشاكل ديبلوكي ليا لي كارت بانكير ديالي. كارت بانكير ديالك قربانة نايضة في حياتنا قلتي لك يا موك مال الفلوس واش ما حسيتي بوالو ما تحركات فيك حتى شي حاجة ملي عرفتي عمر خوك
باش بغيتيني نحس ملي نبغيه نديه ونجيبو لاكريش ونشري لي كادو في ليزانيفرسير ديالو ياك هادشي اللي بغيتي بس ما بغيتي وداك راه تيتك الوليد خوك خويا حتى اهلو داك الوقت في ريحة بابا الله يرحم مني مات بابا ما تسمع على فامي معطاوي كلها وانتم غير ناس كنعرفكم ما كنحس مجيتكم حتى شي حاجه اسمعي راسك شنو كتقول عارفه شنو كنقول وعارفه راسي شنو باغا ولكن انت لا كيفاش وليتي بحال هكا بغات تيقي بلي داك ولد الحرام خوك وفي نفس الوقت ما باغاش ما بغاش نطيق حيت مو هي بنت الشيخ وباغا نطيق حيت با هو بابا واش كتفهمي شنو كنقول ولا ما كتفهميش واش كتحسي بيا شويه هاد الواد راه خونا وبالتيست ادين من الفوق بغيتي ولا كرهتي انا ما باغا نطيق والو شكون عرف في الاخر قدر يطلع ولد مهدي ولدو بالحرام مع بنت الشيخ لا لا انا مهدي حلف ليا وقالي بلي ما عمر قرب البنت شيخة ولا قاصر حتى أنا حلفني شحال من مرة بلي ما عمر ما غيبكيني وفي الأخر بكيت الدم بسبابه الكذاب كيبقى غير كذابة سليمة ولد الحرام كيبقى ولد الحرام هداك الدري طلع مع طاوي ماشي مع طاوي هادشي مغيبدل فيا والو المهم سيل تو بلي ديبلوك ماي كارت حليمة بدك توسعي خاطرك معايا شي شوية بغيت أنا وياك نديو ونجيبو في الكلام ما عندك ما تقول لي ما عندي ما نقول لك حليمة هذ قصحية الراس راه ما عندها فين تديك بالعكس ما تعطيش العديان فين يدخلوا بيناتنا أنا تنقرب منك حاولي تنتي تقربي مني ما تقرب مني ما نقرب منك حسن ليا ولك عرفتي حليمة تنحس بلا شي حاجة مازال عايشة فيك من جهتي عادي يجيب لك الله حليمة من جهتك ماتت بالعكس حليمة اللي عرفتيها من زمان عمرها ما ماتت مازال عايشة في عقلي وفي قلبي وانا عمرني ما نسيتها الليلة كنتي باغي انتي تقتليها بيدك هذا كلام اخر حليمة انا كنعترف لك انا غلطت في حقك
20 عام وانا غابر عليك مازالش. راه واخا نحط السما والارض بين يديك حتى شي حاجه ما غادي توفيك حقك. انت قصيتي بزاف، هادشي علاش انا جيت اليوم برجلي لعندك تنطلب منك السماحه. سمحي لي يا حليمه، الا ما كانش على ودي ولا على ودك، على الاقل على ود بنتنا هند. حليمه، هند راه محتاجه لينا انا وياك نكونوا يد واحده، ما نكونوش من بعدين. نبداو صفحه جديده. ما تدويش على بنتي. بنتي ما كتعرفك ما كتعرفها، انا امها انا بواها، انت ديها عف راسك وفي حياتك جديده. حليمه، حنا راه زايدين وتنكبروا، مازال ممكن نصلحوا هادشي اللي كاين بيناتنا. وابقى ما يتصلح حالو تصير في حالاتك. أنا جاي يدير هنا نسايها جميلة. مالكي تيجي من الصباح أنا كنعيط لك تليفونك طافي. تليفوني ديشارجا ليا وهادي رجلي مسطات. عندراكي الجديد توصيها خامش. حكمات وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات خيوط حياتنا في ايديها. والدنيا علينا حكمات وشكون يقد عليها تحكم فينا كي بغات خيوط حياتنا في ايديها. اللي ضحكنا يوم نبكو عشرات قلب مهموم شاف حقه العذاب. من دون الناس ظهرنا غير عذاب وقرا ويشكينا يقول كل شي بالمكتاب. إلى ضحكنا يوم نبكو عشرة قلب مهموم جاف حقه العذاب. من دون الناس ظهرنا غير عذاب وقرا ويشكينا يقول كل شي بالمكتاب. والمكتوب ما من مهرو صرف يا راسي ما جاك راك مغروب. دنيا غرارة تخلي الحجار يدوب والله العالي علاش قصحوا القلوب. هكذا الدنيا علينا حكمات.